السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في هذا الفيديو إن شاء الله سنتحدث عن حل مشكلة الشاشة الزرقاء أو لا توجد إشارة في التلفاز القديم. نعم، وإن كانت تلفازك أو تلفزيونك تلفزيونات الحديثة بلازما، فوضعت الوصف لهذه التلفازات تحت الوصف، فمن كان تلفازه يعني من البلازما فيستطيع أن يتابع الفيديو، رابط في الوصف. نعم، طبعا بداية يجب عليك أن تتأكد من السلك الذي يأتي من الريسيفر، طبعا يرتبط بالتلفاز. طبعا هذه التلفاز القديم طبعا الأسلاك تكون على شكل هي الشكل وتكون ثلاثة كرات. نعم، تكون اللون والثاني أصفر والثالث أبيض، والأحمر طبعا تكون نسبة الصوت. يصعب عليك أن تدقق في هذه المسألة معها بشكل محكم. هذه طريقة. الطريقة الثانية، يستوجب أن تأكد من الريسيفر إن كان يعمل أو لا. العدسة يعمل الرقم في عدسة الريسيفر. هذه طبعا الثانية، الخطوة الثانية حل مشكلة طبعا الشاشة الزرقاء أو لا توجد إشارة. طبعا بعد هذه الأسلاك طبعا جهاز الريسيفر يعمل بشكل محكم. تكون الأسلاك التي ترتبط بالربط التلفاز على شكل فيشة دائرية، تكون على شكل طبعا واحدة أو تكون على شكل مشط. نعم، طبعا ترتبط بالتيار الكهربائي إن كان الريسيفر أو التلفاز متصل بشكل محكم. والأخيرة نتأكد كذلك زر أو مفتاح من خلال كنترول التلفاز AV، نختار AV، وبعد أن نقوم ب AV طبعا يأتي والصورة دون ترون أمامكم، الصوت طبعا نعمل دون أي. وإن كنت طبعا استفدت الفيديو، نرجو أن تدعم القناة بالاشتراك مع اللايك والإعجاب. طبعا نستودعكم بالله ودمتم بألف خير.